أعزائي مشاهدي قناة بيت المبدعين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم من ميدان الأميرية. والنهاردة بيت المبدعين جات له دعوة من الراقي الجميل المقاول الأستاذ ماجد. دلوقتي طبعا بيحطوا الفطار وهنبدأ مع بعض الفطار، مش هنعمل أي حوارات غير بعد ما الناس تاكل علشان نشوف الكلام على الحاج مجدي المقاول ونشوف احبائنا المطربين اللي شرفونا في بيت مبدعين الفنون والاعلام. تابعونا. منور المخرج ايمن العربي في حفل عزومه المقاول مجدي المقاول. الله يخليك النجم حنان الشامي، مشرفانا منورانا، وزي ما تعودنا من عم مجدي المقاول كل سنه وانت طيب. كل سنه عم مجدي في نفس الميعاد بيعمل مائده رمضان بيجمع فيها كل الفرق. انا اول مره يا ايمن احضر معاكم، بس بجد كنت بتابعكم يعني. لا جميل عم مجدي، احنا بنحب نيجي عشان كمان اللمه، يعني احنا بنحب بس اللمه، بنيجي بنتجمع كلنا، فبنحب ان احنا نبقى موجودين وكل الناس وكل سنه وانتم طيبين. ورمضان يجمعنا وسفرة رمضان بتجمعنا. ودلوقتي بدأوا طبعا المطعم بدأ حط الفطار، وبإذن الله هيكون معانا أجمل اللقاءات عشان اقتراب أذان المغرب. فاضل بضع دقائق والمغرب هتأذن بإذن الله، ويكون لنا لقاءات مع ناس جميلة كانوا ضيوف معانا في بيت المبدعين ومع السادة الحضور لمائدة مجدي المقاول. ماشي ايمن، ايه رايك؟ تابعونا بقى ان شاء الله. بعد السلامه. وكل سنه وانتم طيبين، وزي ما بنقول رمضان خلاص يعني اسبوع وهيودع او اقل من اسبوع، وكل سنه وانتم بسعاده، ونشوف كمان استعدادات الناس لعيد الفطر المبارك وكيف يودعونا رمضان شهر الغفران والرحمه والاحسان.